في لمسة يد، في لمسة يد في الكرة الماضية على دامي تراوري، ولكن هل تحتسب ركلة مدافع بدر أم إيفانيلدو رودريغوس يحرم القطراوي بدر بنون؟ نعم بدر بنون يسجل لنادي قطر، يتقدم بالنتيجة على اللاعب دامي تراوري. يأتي القطراوي الملك القطراوي ليتقدم بالنتيجة 1-0 لنادي قطر على نادي الريان. بدر بنون يضع